مرحبا. طقس صيفي حار ورطب عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط، الحراره مرتفعه، رطوبه عاليه، البحر متوسط الموج وحراره مياهه 30 درجه. اليوم طقسنا حار ورطب مع ارتفاع بسيط بدرجات الحراره ونسبه رطوبه عاليه مع خطيطه قويه على الجبال عم تؤدي لسوء رؤيه بفتره الليل والفجر. نبقى بجوله على درجات الحراره اللي رح تسجل الليله على الساحل 29، على المرتفعات 26، بالبقعه 17 والارز 15 درجة. نبقى بجولة تانية على درجات الحرارة اللي رح تسجل اليوم ببعض المناطق اللبنانية بينه 31 34، بالمينا الأرز 26 درجة، العقورة 27، كفردبيان 26، 31 ببرمينا، بيروت 34 درجة، بيت الدين 28، صيدا 34، النبطية 32، وصور 34 درجة. الرطوبة بتتراوح بين 65 و90%، حرارة سطح الماء 30 درجة، وسرعة الرياح تتراوح بين 10 و30 كيلومتر بالساعة، الرياح عم تكون جنوبية غربية. كيف رح يكون الطقس اليوم واليومين يلي جايين؟ نهار التنين بتتراوح بين 29 و34 درجة، التلاتة بين 30 و35، أما الأربعة فبتتراوح بين 29 و34 درجة. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية، وبنبدأ جولتنا مع الكويت 49، بغداد 48، القدس 32، طرابلس 32 درجة، الجزائر 32 أيضا، وبننهي جولتنا مع أثينا 33 وباريس 26 درجة. هون بنكون وصلنا لنهاية نشرتنا الجوية.